ميرسي ميرسي ايه كده جميل قوي قرف. وصلت يا ياسمين، جاءت تسليني في وسط الناس يا ياسمين، وصلت مأنجاش عمر يا ياسمين. ليه كده؟ ليه كده؟ مرمية في حضن عمر يا ياسمين، ما وحشكيش حضن يا ياسمين. أنا تعبان أوي 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 من غيرك يا ياسمين. حضن؟ حضن مين يا أبو حضن أنت؟ ده أنا ميس إيشبت، هبص الحضن جربعه زيك. مش فاكر لما كنا بنقعد في السيما في آخر صف يا ياسمين، لما كنا بنبوس بعض يا ياسمين. يا بنت الإيه؟ عملت كده بجد؟ فين بوستك يا ياسمين؟ فين حضنك يا ياسمين؟ ما تقلعي يا ياسمين. اوعي اوعي تقلعي. انا هتعبل. انت قاعد زي كيس الجوافه كده وهو عمال بيعاكس في مراتك. قوم امسح بكرامته الارض. اسمعي لي الكلمتين حلوين عمر ما راجل هيقولهم لك لحد ما تموتي. ده بدل ما تقولي لي قوم اشكره، يلا قومي بوسي ايديه يلا على الكلمتين الحلوين دول يلا. اسود بقول لك ايه؟ تقوم دلوقتي تفز يا اما هتضيع عيشتك اسبوعين كاملين. لا اسبوعين كتير. تعالي لي يا حبيبتي. انا اللي جاي لك يا حبيبتي. انت احلى حاجه شفتها عيني يا ياسمين. انا مش هضربك عشان انت بتعاكس مراتي، انا هضربك عشان انت كداب. بقى دي احلى حاجه شفتها عليك يا ابن الكلب الكذاب. اه يا اسود دي صنعتني. ده انا كنت مستر ايجي بتبقيت مستر سليمان عيد. ده انا فرون. لا 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 ايه 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 يا استاذ ابو حفيظه ده كلامك يعني؟ هتحزق نفسك مع عيال صغيره؟ تعالى يا راجل. هو ازاي هزقك قوي كده؟ هزقني وخد مراتي كمان. انا مش مهندسه بالي يا حرام يا سلطان. معلش طب بقول لك انا خلاص موافقه اتجوزك بجد؟ عشان مراتك ترجع لك. بس بقول لك ايه، هتطلقني بكره الصبح. وعد 10 الصبح اكون رميكي في الشارع. ماشي يا مأذون، تعالى جوزنا بسرعه عشان مراته ترجع له. ايه انت هتساحي؟ هي ما تعرفش. ما تعرفش طبعا.